أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة عن آخر تطورات ومستجدات عملية طوفان الأقصى والاعتداءات الصهيونية المستمرة طيلة هذه الأيام على قطاع غزة. والحديث أكثر نرحب سوية بضيوفنا الكرام المحلل السياسي السيد داود الحلفي. أهلا بكم سيد داود، وكذلك الترحيب بالخبير العسكري اللواء المتقاعد السيد محمد عباس ينضم لنا بعد قليل عبر سكايب من سوريا. أعود لك سيد داود، نبدأ معك. تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بلقاء مع ماكرون في رام الله أكد بأن الحكومة الفلسطينية تعترف بدولة إسرائيل ولإسرائيل الحق بهذه الردود. يعني سيد داود، هل يمكن تحقيق السلام بالخنوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ بشار ولمشاهدي قناة الأيام الكرام. أعتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشاع عليه ويقال من خلال شعب فلسطين بأنه رجل أمن في الضفة الغربية لتحقيق ما ترتئي إسرائيل في هذه المساحة الجغرافية اللي يحكمها. وأيضا هو إلى قول حقيقة يردد الآن ومردد سابقا بأنه حماس لا تمثل كل الفلسطينيين وإنما تمثل جزء من الفلسطينيين، وهذا أيضا طعن بالهوية الفلسطينية وبالقدرة على الدفاع المشترك والموحد تجاه هذا العدو البغيض. فأنا أعتقد الرئيس الفلسطيني على الأقل كان حقيقة يكون أكثر جرأة وأكثر رؤية للمستقبل ولما يحاط بالقضية ككل، ولا يعتقد الرئيس الفلسطيني أنه في منأى وفي مأمن من ما يحدث لحماس. كان عليه أن يتصور أنه يفترض في هذه اللحظات ترك كل ما يعانيه داخل نفسه من القضية الفلسطينية ومن حماس تحديدا، الذراع المقاوم القوي الذي حقيقة أربك كل مخططات العالم عليه، كان يترك هذه التصريحات ويوحد رأيه ويوحد قراراته مع هذه الضربة الموجعة التي وجهتها حماس فتيان المقاومة الفلسطينية لإسرائيل التي كانت تتبجح بأنه ليس هناك من قوة دولة وليس قوة فصيل أو فيلق من هنا وهناك يستطيع أن يخرق القبة الحديدية ويخرق الاستخبارات والكاميرات والجدار العازل وكثير من المسميات. فعليه أن يفتخر بما فعلته حماس، وعليه أن يؤكد دائماً أنه العلاقات مع إسرائيل لا يمكن أن تأتي بنتيجة وهي تنطلق من جهة خانعة، جهة ذليلة، جهة ترى في العدو حالة أكبر منها وأقدر منها على تحقيق ما يرنو إليه بغض النظر عن إمكانياتها الحقيقية. نحن نعتقد أن الرئيس الفلسطيني غير مؤهل حقيقة وغير قادر على إدارة هكذا قضية بعمقها الإسلامي والعربي والإنساني. وأعتقد هو الآن حقيقة حقق إنجاز كبير في فشله وفي حقيقة رجوعه إلى الخلف وركونه إلى العدو الإسرائيلي، والآن هو بهذه التصريحات الضفة الغربية أصبحت جزء من الهجمة الإسرائيلية وتتلقى ضربات، وهو يعرف أن هذه الضربات هو بعيد عنها وفي أمان لأنه جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الإسرائيلية. فأعتقد مو غريبة علي أستاذ بشار أنه يصرح هكذا تصريحات في هذا الظرف في هذا الظرف والمشرف. سيد داود، في هذا التوقيت الحرج جدا، إلى أي درجة هذا التصريح أضعف القضية الفلسطينية بالمقابل؟ القضية الفلسطينية من ناحية القوة ومن ناحية الإصرار ومن ناحية الإرادة لا تضعفها هكذا تصريحات، لكن تضعفها هذه التصريحات في القرار السياسي وفي الصمود الإقليمي والصمود الدولي والوقوف مع القضية الفلسطينية. أنا متابع لما يحدث وبعض تصريحات القادة العرب، وأعتقد الرئيس السيسي وآخر تصريح إلى اليوم مع الرئيس ماكرون يقول أنه على إسرائيل إذا أرادت تصفية حماس فعليها أن تصفيها على مدى بعيد وليس في هذه اللحظة الآنية. وقبلها في بداية الأزمة بعد مرور بداية الحرب عفوا
بعد مرور 7 أيام قال أنه إذا أرادت إسرائيل تصفية المقاومة وتهجير قطاع غزة فليذهبوا إلى النقب وليس إلى الأراضي المصرية. هذه إشارات واضحة على أنه بعض القادة العرب ومنهم الرئيس الفلسطيني موافقون على تصفية حماس وأيضا تهجير الشعب الفلسطيني، لكن هم يبقوا على بشرطهم يبقوا في أمان واستقرار. وهذا تخلي عن الكرامة الإنسانية وعن الرجولة وتخلي عن الهوية العربية والإسلامية. وأعتقد بهكذا عناصر ما أعتقد القضية الفلسطينية تحقق ما تتمناه، لكن تذهب بضربات موجعة قوية مؤلمة استطاعت أن تنكس وجه إسرائيل في حقيقة الحالة التي لا يتمناها كل مغرور وكل مخدوع في إسرائيل. فأنا أعتقد لكن بالمقابل مواقف دول عربية، مصر مثلا وكذلك الإمارات العربية وبعض الدول الأخرى، مو هي اللي وصلت المجتمع الدولي أو المجتمع الغربي لهذه النقطة بهذا الدعم وهذا التأييد لإغال إسرائيل بالدم الفلسطيني؟ هو بالتأكيد هذا السؤال إجابته في طياته، يعني أنت سألت وبنفس الحالة أجبت عن السؤال، أنه بعض قادة العرب هم الذي أعطوا الضوء الأخضر لإسرائيل إلى التمادي في التوغل والتمادي في استخدام القوة والمجازر، المجزرة تلو المجزرة في الشعب الفلسطيني بشكل عام وليس في قطاع غزة بشكل خاص. فأنا أعتقد توفر القائد الحقيقي الآن في الأمة العربية بشكل كامل. ما أعتقد نستطيع أن نشير على أحد أو شخصية معينة من القادة العرب، وأنا مصر على هذا رأيي أنه نستطيع أن أقول عليه هذا القائد العربي هو قائد ويحمل مبادئ الإسلام، مبادئ القومية العربية والهوية العربية. الكل ممسك بكرسية والخوف من ضياعه وضياع السلطة، لكن لديه الاستعداد أن يضحي بالقضية الفلسطينية ويضحي بالبلدان العربية مثل ما حصل في سوريا والعراق واليمن. وهاي خير شواهد على أنه لا نمتلك القائد الحقيقي ولا نمتلك الفكر المؤمن بقدرات الله سبحانه وتعالى ونصر للمؤمنين إذا ما أرادوا. وأنا أعتقد أيضا أنه القضية الفلسطينية ستبقى تدفع ثمن جبن القادة العرب وعدم قدرتهم على المطاولة مع إسرائيل. طيب، أو ضد إسرائيل. طيب، إذا نحكي عن دعم القضية الفلسطينية وحتى تبقى هاي القضية عايشة في وجدان الأمة وفي الميدان أيضا سيد داود، مو محق السيسي الرئيس المصري بمواقفه السياسية وخصوصا رفضه استقبال أهالي غزة وسلب غزة من قبل الكيان؟ قلت مو حقه؟ نعم، يعني من حقه يرفض حتى تبقى كما هو ذكر صرح حتى تبقى القضية الفلسطينية دون تذويبها. لا، هو هذا حقيقة أنا أعتقد هذا كلمة حق يراد بها باطل. يعني الرئيس المصري كان عليه أن يرفض بكل الأحوال تهجير الشعب الفلسطيني أو شعب غزة. طيب، 2,000,000 شخص و100,000 يراد لهم أن يتركوا مساكنهم في هذا الشتات، يعني لا السيناء ولا النقب، ولا لا السيناء ولا النقب ولا يتحركوا شبر واحد. مفروض هكذا موقف حتى تشعر أو يشعر الكيان الصهيوني أن هناك إرادة عربية تمنع هذه الحالة. يعني أنا ما قائد عربي أطلع أصرح على القنوات التلفزيونية والله فتحونا المعابر حتى نوفر لهم الغذاء والدواء، يعني أضربي إسرائيل، أضربيهم، أقتليهم، اذبحوهم وإحنا نوفر لهم الدواء والغذاء والأمور الأخرى. هدم المنازل، هدم المدارس، هدم المستشفيات، ونحن أيضا نرسل لهم الخيم والمؤن الأخرى. هذا حقيقة موقف واضح ومضلل لا ينطوي على صاحب الرؤية القوية والثاقبة. فأعتقد أنه كثير من القادة العرب هاي تصريحاتهم على المستوى هذا أنه فتحوا المعابر كحالات إنسانية، لكن لا يستطيعوا أن يقولوا لإسرائيل أنه أوقف القصف وأوقف القتل في الحالات المدنية والمجتمع المدني، لأن يعني هذا مخالف لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة. نعم، وأيضا مخالف لأدبيات الحرب. الحرب نار مع نار وليس مدنيين مع نار. المدني أعزل، لماذا نذبح، لماذا نقتل، لماذا ندمر المنازل؟ و6,000 وما يقارب 300 شهيد
بين الفلسطينيين 80% منهم من النساء والأطفال والشيوخ. طيب. فأنا أعتقد هذا مجزرة جديدة وجريمة حرب تضاف إلى سجل الكيان الصهيوني المليء بالدم وقتل الأبرياء. أيضا نرحب بالخبير العسكري اللواء المتقاعد محمد عباس، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من سوريا. أهلا بكم سيادة اللواء. الرئيس الأمريكي وكذلك الرئيس الفرنسي دعوا لتوسيع مهمة التحالف الدولي المؤسس عام 2014 لمواجهة داعش، دعوا لتوسيع مهمة هذا التحالف أو تأسيس تحالف جديد من أجل مواجهة حماس. هل أكو إمكانية سيد محمد لتحقيق هكذا تحالف سواء بتوسيعة أو تشكيلة من جديد؟ السلام عليكم وعليكم السلام. أنا حيثما أسست أمريكا عام 2014 التحالف الذي سمته تحالف القطاع الداعش، وكان هذا التحالف يحمل عنوان عريضا أنه في الحقيقة، لكنه في الحقيقة كان يستثمر في داعش، لم يقاتل داعش ولا مرة ولا يمكن له أن يقاتل داعش، لأن داعش هي ذريعة وجوده في المنطقة، وداعش هي الوجه الآخر لشركة كوتا الأمريكية، وداعش هي امتداد حضور الأمريكي، لكنها بلبوس إسلاموي، بلبوس يعني يشير إلى وجود مجموعة إسلاموية هي ليست إسلامية على الإطلاق. اليوم عندما يتحدث ماكرون وسوناك وبايدن والقيادات الغربية تتحدث عن توسيع مهمة قواتها في المنطقة، إذن هنالك مسألة أوسع بكثير من مسألة داعش. داعش كما قلت هي سبب وجودها في المنطقة، لكن عندما نتحدث عن الجوهر الحقيقي لوجود الأمريكيين والغربيين في المنطقة فهو لقتال المقاومة، للقضاء على المقاومة، للاستثمار بالوجود الغربي الأمريكي الناتوي ومن يقف مع أمريكا لكي تضع حدا لمقاومة المنطقة وليس فقط لمقاومة غزة. اليوم عندما توصف حماس بين قوسين أو توصف المقاومة الوطنية الفلسطينية، عندما توصف المقاومة الوطنية الفلسطينية بأنها إرهابية وأن على الغرب أن يبدأ بقتال هذه المقاومة، أي أن المقاومة الوطنية اللبنانية أيضا إرهابية، والمقاومة في سوريا إرهابية، والمقاومة في العراق إرهابية، وبالتالي كل المقاومة في العالم إرهابية، وعلى العالم المتحضر بين قوسين الغربي أن يقاتل هذه المقاومة، بمعنى آخر أن يضع لها حدا وأن يستثمر بداعش وبجبهة النصرة وبتنظيم القاعدة من أجل القضاء على المقاومة الحقيقية. أما أن نتحدث عن هذه المنظومات الإرهابية التي صنعها جراهام فولر وبرنارد لويس وصنعتها الرؤوس الحامية في أمريكا كجيوش بديلة للوجود الأمريكي، فأعتقد أنها سوف تستثمر فيها للصراع ضد الحشد الشعبي العراقي، ضد المقاومة الوطنية اللبنانية، ضد المقاومة السورية، وضد المقاومة الوطنية الفلسطينية أيضا. بمعنى أوضح هذه دعوة لتوسيع مروحة الصراع في المنطقة، هذه طيب. دعوة لإشراك قوى أكثر عددا وأن تتخذ صفة الشرعية الدولية. دعنا نتذكر وذكر السادة المشاهدين أن أمريكا قدمت إلى سوريا لقتال داعش ليس بقرار أممي، ولكنها قدمت بقرار من خارج الأمم المتحدة، وقدمت إلى سوريا وبين قوسين لما يسمى بقتال داعش، أتت بناء على مصالحها وأطماعها في المنطقة. اليوم عندما تستثمر وتشرعن حضورها لقتال المقاومة الوطنية الفلسطينية، فإنها تعني بذلك أنها سوف توسع مرحلة الصراع، مساحة الصراع، سوف تمنح نفسها الفرصة الحقيقية لقتال المقاومة بشرعنة دولية أو بشرعنة ببعض الدول التي وقفت. يعني أفهم من كلامك سيادة اللواء أنه ستكون هناك فعلا شرعية دولية لهكذا تحالف بأن ينفذ ضربات على بقية ساحات المقاومة والمواجهة ربما في جنوب لبنان وسوريا وحتى في العراق، بالمقابل يمكن أن يكون هناك صدام مع الجمهورية الإسلامية؟ بكل تأكيد. حقيقة هم منحوا أنفسهم شرعية دولية باحتلالهم في سوريا ضمن ما يسمى بتحالف الدولي لقتال داعش. وهذا التحالف الدولي هو غير شرعي، هو غير مشرع، وهم في سوريا قوات احتلال، وبالتالي
عندما يوسعون هذه المروحه يستندون الى نفس المصطلح، الى نفس المفهوم، انهم قدموا لقتال داعش والتطرف الاسلامي الاسلاموي. التطرف الاسلاموي سوف يكون هدفا لهم. اما الحقيقه فهي تقول انهم يريدون قتال المقاومه، القضاء على المقاومه، توحيد كل القوى والجهود، ومنحهم غطاء لم يكن شرعيا لكنه غطاء يبرر او بالاحرى يشرع مهمته امام شعوبهم. نحن قدمنا لقتال الارهابيين بين قوسين، لقتال الدواعش، لقتال حماس، لقتال الجهاد الاسلامي، لقتال حزب الله، وهذه كلها مجموعات ارهابيه. وايران بين قوسين تدعم الارهاب، وسوريا تدعم الارهاب، والصين وروسيا تدعم الارهاب. اذا على هذا العالم المتحضر، على هذا المجتمع المتحضر ان يواجه البربريه الاسلامويه بين قوسين. هذا ما يتم توضيحه وتوسيع مروحته على مستوى العالم. انظر الى السوشيال ميديا، جميعها توضح ان الصهاينه لهم الحق في قتل كل الفلسطينيين، واعتقد انهم وصفوا بكثير من المفردات التي لا تليق الا بهؤلاء الصهاينه. وهذا في تصوري حاله متطوره من استخدام السوشيال ميديا ليس فقط للقضاء على المقاومه، بل لشرعنه قتل الانسان وإبادة النوع الإنساني. نعم. وما تمارسه إسرائيل وأمريكا في فلسطين المحتلة هي إبادة حقيقية للوجود الإنساني في فلسطين. أعود لك سيد داود، القواعد اللي استخدمها التحالف الدولي أغلبيتها في العراق، في شمال العراق، إذا ما استخدمت هذه القواعد لضرب حماس أو أي طرف من أطراف محور المقاومة، هذا ما راح ينطي مبرر أكبر لضرب هذه القواعد وخصوصا الأمريكية من قبل المقاومة العراقية؟ هو بالتأكيد المقاومة العراقية والمقاومة الإسلامية ومقاوم الفصائل المقاومة الأخرى يجب أن ننظر لها ككتلة أو كجسم واحد. نعم. يعني الآن حماس تقصف وتقطع أوصالها من قبل الجانب الأمريكي، هو الداعم وهو الراعي وهو الممول وهو الذي يدعم إعلاميا ويدعم بكل حالة من حالات الدعم، سواء عسكرية أو اجتماعية أو أمنية أو معلوماتية. وأنا لدي معلومة بأن الجانب الأمريكي أنزل 2000 مقاتل في تل أبيب لدعم لوجستي ودعم فني ودعم أمني وتخطيطي للقوات الكيان الصهيوني. فإذا ما تمت هذه القواعد الأمريكية في العراق، في شمال العراق أو غرب العراق، أعتقد تصبح جهة مشاركة في الحرب. نعم. وعلى كل جهات المقاومة أن تتميز أو تتخيل الدور اللي يليق بها عند ذاك. هل ستبقى متفرجة على ما يحصل لجناح أحد أجنحة المقاومة اللي هي حماس؟ نعم. أم تستنهض القوة والهمة لتدافع عن هذه الفصيل المهم من فصائل المقاومة الإسلامية؟ طيب، لكن ممكن أن فعلا أن تمتد هذه الضربات سيد داود لتشمل جميع نقاط اتصال حماس، جنوب لبنان، سوريا، ممكن تصل للعراق فعلا؟ وشوف القدرة الإسرائيلية، والأخ الضيف على الجانب الآخر خبير عسكري، القدرة الإسرائيلية ما عندها استعداد على الأقل في الوقت الحالي بفتح 3 جبهات أو 4 بزمن واحد. وجبهات، من عندما أقول جبهات أي جبهات حرب، بس وياهم الماكينة الحربية العسكرية الأمريكية و الفرنسية والبريطانية أيضا لديها هذا الاستعداد. نعم نعم، ماني قلت إسرائيل تحديدا، الأراضي الإسرائيلية، الأراضي وعمق إسرائيل لا يستوعب كل الضربات التي تأتي من كل الجهات. نعم ستؤثر الماكينة الإسرائيلية والأمريكية بالجهة المقابلة، لكن بنفس التوقيت بنفس الحالة إسرائيل ستخسر الكثير، وممكن أن ستخسر وجودها، لأنه إحنا نلاحظ الآن الشعب، خلينا نسميه بهذه الحالة، الشعب اليهودي بدأ يهاجر إسرائيل تماما، وبدأ ينكر، ويوم أمس في أحد التظاهرات في الدول الأوروبية أنزل العلم الإسرائيلي من قبل اليهود ووضعوا محله العلم الفلسطيني، ومزقت الأعلام الإسرائيلية ورددوا هتافات هذه ليست دولتكم ولا هذا مكانكم ارحلوا.
فإذا القضية الآن بدأت تأخذ مديات أوسع. يعني إحنا في السابق من كان يصير مزرة أو يصير ضربة بهذا المستوى قبل أن تدخل عالم السوشيال ميديا والجوجل وما شابه ذلك، ما كان العالم توصل لهذه المعلومات وهذه الصور، فيبقى مدافع عن الحالة، حالة إسرائيل وحالة وجودها. الآن استطاع الشارع العربي وليس الماكينة الحكومية باستثناء العراق وإعلام المقاومة وقنوات المقاومة اللي دا تنشر باستمرار، استطاع الشاب العربي المواطن العربي أن يرسل بكافة المواقع ما يحدث لفلسطين وأطفال فلسطين ونساء فلسطين وأيضا ما تحدث من مجازر. فبالتالي ردة الفعل لكل ذي ذرة، وغيرة إنسانية لا يمكن أن يقبل بهذا، ولا يمكن للجانب المتحضر اللي هو الجانب الغربي، وأنا حقيقة لدي تحفظات كثيرة على أنه متحضر. الحضارة ليس باللبس الزاهي والسكن المريح، الحضارة بالفكر والتعامل مع الطرف الآخر بنفس الأسلوب. طيب. حماس تدافع، حماس تريد حقوق، حماس تريد أرض مثل ما لإسرائيل الحق في العيش الكريم، لحماس وفلسطين يجب أن تعيش أيضا بحالة من الاستقرار والكرامة والعزة، وإلا سيصبح الرد بالمثل، سيصبح العنف بالعنف وليس العنف بالفكر. فأنا أعتقد ما بقى مجال لإسرائيل أن تستخدم كل قواها الآن، وهم يعرفون قبل غيرهم أنه حتى المقاومة في المنتشرة على مساحات الشرق الأوسط ممكن أن تستخدم بالقواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية والدول الراعية للمصالح الأمريكية. طيب. فبالتالي هذا خطر كبير لا يمكن التقرب منه في الوقت الحاضر. طيب أرجع لك سيد محمد، إنضاج هذه الفكرة الأمريكية الفرنسية مقابلها، شنو راح يكون موقف روسيا والصين من هكذا فكرة وهكذا مشروع؟ قبل أيام في مجلس الأمن الدولي استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد قرار إدانة حماس. ربما لم أفهم السؤال بشكل جيد، أعيد لك السؤال سيادة اللواء، شنو راح يكون موقف روسيا والصين من هكذا تحالف دولي ضد حماس؟ بالأمس روسيا والصين رفعت الفيتو ضد قرار لإدانة حماس في مجلس الأمن. يعني دعني أوضح موقف روسيا والصين أو ما يمكن أن تمارسه أو ما هو المطلوب من روسيا والصين، ربما أستطيع أن طريقة. الأمريكيون حاولوا إدانة حماس وإدانة المقاومة الوطنية الفلسطينية، هنالك موقف روسي في منع هذه الإدانة، لكن في تصوري أن هذا المنع ما زال قليلا أو ما زال قصيرا في الواجبات الملقاة اليوم على روسيا والصين. يعني أكون صريحا ودقيقا في الإجابة، إذا ما هزمت المقاومة الوطنية الفلسطينية أو إذا ما انتكست المقاومة الوطنية اللبنانية أو إذا ما تعرضت المقاومة السورية أو سوريا الدولة لأي اهتزاز آخر بعد هذا الإرهاب الطويل، أعتقد أن التعددية القطبية قد انتهت، وأن روسيا والصين إذا ما أرادتا أن يكون هنالك من معادلة التعددية القطبية فلن تكون هذه المعادلة قائمة ما لم تكن المقاومة بحالة الانتصار، وما لم تكن المقاومة وفكر المقاومة وإرادة المقاومة ومحور المقاومة بكل دول محور المقاومة ما لم تكن قوية. أن يستدعي الغرب كل هذه القوى من أجل غزة، أنا أشك في ذلك. أنا أعتقد أن هذا الحجم الكبير من القوى والوسائط والأساطيل والقوى البرية والجوية والبحرية لدول الناتو والأمريكيين ليس فقط من أجل غزة. غزة تستطيع اليوم أن تقاوم، أن تواجه، ربما الإسرائيليون يستطيعون أن يحققوا إبادة، نعم يستطيعون تحقيق إبادة للوجود الفلسطيني في غزة بترسانتهم النووية، بترسانة النارية التي تستخدمها إسرائيل ويتوفر لديها الكثير، وسط صمت دولي كبير قاس قاتل. هذا الكلام ندركه جيدا، لكن إسرائيل لا تستطيع أن تجتث المقاومة. اليوم إذا ما هزمت المقاومة فهذا يعني أن التعددية القطبية قد انتهت، هذا يعني أن الوجود الصيني والروسي بالحالة التي وصلوا إليها بعد القضايا على الإرهاب وبعد صمود محور المقاومة
في مواجهه الارهاب. هذه المساله هذه المرحله من التغيرات الجيوستراتيجيه والجيوسياسيه على مستوى العالم لن تستمر طويلا، وسوف تفشل روسيا والصين في الاحتفاظ بالتعدديه القضيه او الاحتفاظ بمكانتهما العالميه، خاصه وانه لا وجود لتعدديه قضيه بدون مقاومه، لا وجود لهما بدون ما بدون ان تخرج امريكا، على امريكا ان تخرج من هيمنتها على العالم. واول اختبار لهذا الخروج هو فشلها في انهاء المقاومه، وفشلها في السيطره على محور المقاومه وفي السيطره على اراده المقاومه. وبالتالي على اسرائيل اليوم ان تعترف بهزيمتها امام محور المقاومه، امام رجال المقاومه الوطنيه الفلسطينيه. طيب اذا ما استمرت اسرائيل وسط الصمت الدولي، لكن سيادة اللواء إذا تسمح لي، ماكرون أكد أنه هذا المشروع سوف يقوم ببناء تحالف دولي إقليمي لمحاربة المجموعات الإرهابية ولضمن حماس من ضمن هذه المجموعات، ووصفها بهذه المجموعات التي تهددنا جميعا. السؤال، حماس متى هددت فرنسا؟ حماس؟ لم أسمع. أعيد لك السؤال سيادة اللواء، ماكرون أكد السعي لبناء تحالف دولي إقليمي لمحاربة المجموعات الإرهابية واللي ضمن من عندها حماس أيضا، ذكر أن هذه المجموعات واللي من ضمنها حماس التي تهددنا جميعا. السؤال، متى هددت حماس فرنسا أو أي من الدول الأوروبية الأخرى؟ حماس هددت باستعادة حريتها، حماس هددت فقط انها تريد ان تستعيد حريه الفلسطينيين. حماس تهدد المجتمع الغربي بين قوسين الذي يعتقد، حماس يعني المجتمع الغربي يعتقد بانه هو من حقه ان يعيش وان على الشعب الفلسطيني ان يزول، وعندما تبحث عن كرامتك وحريتك فانت تهدد امن هذا المجتمع الغربي. وبالتالي عندما تلصق تهمه الارهاب بالمقاومه، هذا السؤال عميق جدا، كيف لنا أن نفرق بين الإرهاب والمقاومة؟ دعني أوضح أن كل من يقف ضدك فهو إرهابي، ومن يقف معك فهو مقاوم. بمعنى أوضح، تنظيم القاعدة في سوريا هو مقاومة وطنية، تنظيم القاعدة في سوريا هو حرية وحقوق إنسان، تنظيم القاعدة في العراق إرهابي، تنظيم القاعدة في أفغانستان إرهابي. هذا هو التصنيف العالمي. عندما تكون هذه المجموعة تخدم المصالح الأمريكية فلا تسمى إرهابا، وعندما تكون التسمية بحد ذاتها تتوافق مع المصالح الأمريكية فتسمى مقاومة أو تسمى يعني قوى يعني منظومة أخرى تنسجم مع إرادة الأمريكيين. إذا هذا التعريف يعني أعتقد أن تشومسكي قال من ليس معنا فهو إرهابي، ومن هو من معنا فهو من معنا فهو مقاوم، ومن هو ليس معنا فهو إرهابي، وهذا تصنيف أمريكي. وأعتقد اليوم أن الضبابية في تعريف الإرهاب تكمن في ان الدول العظمى هي الدول الراعيه للارهاب، هي دول راعيه للارهاب، وبالتالي تستثمر في الارهاب. من اجل ذلك توصف المقاومه الوطنيه الفلسطينيه بانها ارهاب، كما توصف المقاومه الوطنيه اللبنانيه بانها ارهاب، كما توصف كل المقاومه التي تتطلع الى سياده دولها وشعوبها وحريه شعوبها توصف بانها ارهاب. يعني مثلا طيب. ابو محمد الجولاني في سوريا مقاوم من اجل الحريه بين قوسين. تنظيم جبهة النصرة في سوريا هو مجموعة تقاتل من أجل الاستقلال بين قوسين. هذا هو التصنيف الأمريكي للمقاومة وللإرهاب. سيد داود، هذا المشروع، هذا التحالف الدولي، أكو دول عربية مشاركة بالحرب على داعش في إطار هذا التحالف الدولي. شنو برأيك سيد داود راح يكون موقفها من هكذا تحالف ضد حماس؟ أنا فقط أستاذ بشار أحب أن أعقب على سؤالك الأول، أنه حماس بماذا تؤثر على فرنسا وعلى دول أخرى حتى يكملون هذا التحالف ضد حماس. فرنسا وبريطانيا وأمريكا وأيضا الكيان الصهيوني لديهم مشروع واحد وفكر واحد، هو تدمير أي وجود لأي فكر مقاوم، أي فكر يحاول البناء، يحاول النهوض من الدول العربية ومن الدول الإسلامية تحديدا. فبالتالي ما يسمى بهذا التحالف وتوسعته لمقاتلة داعش
أنا أعتقد أن هذا الوصف فيه غباء كثير وفيه تجني كثير على العقل البشري اللي يحملوه هؤلاء الرؤساء المأجورين في هذه التصرفات، سواء كانت ماكرون أو أمريكا أو بريطانيا أو من لف لفهم. حماس مقاومة وحماس فكر يدافع عن وجوده، مثل ما الآخر يريد أن ينشئ، سواء كان في فرنسا أو أمريكا أو بريطانيا، يريد أن يختار حياة حرة كريمة مرفهة. العرب والمسلمون وحماس تريد كذلك العيش الكريم على أرضها بهدوء واستقرار وسلام. أنا أعتقد أنه هذا التحالف إذا ما أنشأ بالتأكيد ستدخل له بعض الدول العربية اللي هي الآن داخلة بشكل أو بآخر. عندما تصرح هذه الدول وتريد فقط إدخال المساعدات وترتضي بأن يذبح الشعب الفلسطيني في غزة ويهجر الشعب الفلسطيني، ولا تطالب بوقف إطلاق النار، ولا تشارك في الدعم المعنوي والعسكري والصحي لهذه الرقعة الجغرافية الصغيرة التي تواجه العالم بأكمله، بالتأكيد هي مشاركة وإن لم تحمل السلاح الآن. فأنا لا أعير أي اهتمام بشكل شخصي لأي موقف من الدول العربية، ولن يكون لها موقف هذه الدول العربية، لأن 100 سنة مرت أو أقل بقليل، ولن يكون هناك موقف عربي مشرف اتجاه أي حركات التحرر العربية. فنحن لا نستغرب، ونؤكد أنه التحالف هذا إذا ما أنشأ ستهرول له كثير من الرؤوس العربية كقيادات للانضمام وإرضاء أسياتهم بهذا التحالف، وإدلال الشعب العربي وتركيعه للرغبات الغربية والأمريكية. أيضا ينضمنا مباشرة عبر الهاتف من القاهرة زميل كلية الدفاع الوطنية سيد أيمن العدلي. أهلا بكم سيد أيمن، وأود أن أسألك عما وصلت إليه القضية الفلسطينية إلى الصراع إلى هذه النقطة، والمجتمع الدولي خصوصا، ومواقف الإدانة العربية لحماس من السيد السيسي مثلا، من الإمارات العربية المتحدة. إلى أي درجة هذه المواقف أضرت بالقضية الفلسطينية؟ تحياتي أستاذ بشار، وتحياتي إلى الإخوة في العراق وفي الوطن العربي. نحن نتحدث الآن الحقيقة عن يعني يدفع الثمن الشعب الفلسطيني الأعزل نتيجة الهجمة الشرسة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. يعني حضرتك الحقيقة تتحدث عن قضية مهمة جدا، وكيف يمكن للدول العربية أن تحزو حزو مصر الآن وتدافع وتتحدث على العلن أننا لم نسمح بتهجير الشعب الفلسطيني. يجب أن نتكاتف كدولة عربية، واليوم كنا أمام تصريحات مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة أنه لن يسمح بأن يكون هناك يعني في مخطط نتكلم عليه، مخطط أمريكي إسرائيلي مدعوم من الدول الأوروبية لي يعني المساهمة في القضاء على الشعب الفلسطيني. يعني حضرتك بتتكلم على الدعم العربي، يعني الدعم العربي مهم جدا للقضية الفلسطينية. يعني الدعم العربي هو الذي يقف أمام المخطط للقضاء على الشعب الفلسطيني. نحن نتحدث منذ عام 1948 ومصر موقفها ثابت نحو القضية الفلسطينية. هناك تضحية فوق 120,000 شهيد دفاعا عن القضية الفلسطينية، ولكن يعني هناك بعض المواقف الحقيقة تحتاج إلى استفسار وتحتاج إلى إيضاح. كيف يمكن أن نقف كأمة عربية أمام هذا المخطط الإسرائيلي الأمريكي؟ الحقيقة أنا هتكلم عن الموقف المصري الداعم والمستهدف. صوت غير واضح، يمكن إذا كان والإخوة كلهم متابعون ما يحدث في الدولة المصرية من إصرار على الحفاظ على حقوق المصريين، الحفاظ على حقوق الإخوة في فلسطين. أعتقد نحن أمام تحدي كبير جدا، ويمكن أن نقول أن نحتاج إلى دعم أكثر، لأن هناك مواقف لعدد من القادة في الدول العربية يعني تدعو إلى الحزن، تدعو إلى الأسى. هناك دول لا تجد مواقف لها واضحة أمام الشعب الفلسطيني. إحنا نأمل إن شاء الله من الدول الشقيقة والصديقة، نأمل أن يكون هناك موقف ثابت من دعم القضية الفلسطينية. حماس الآن هي مقاومة تدافع عن الأرض وتواجه المحتل الإسرائيلي. نحن يعني نتحدث طبعا على فكرة حقوقهم في الحفاظ على تحقيق المصير،
ولكن أنا هتحدث عن موقف الدولة المصرية الثابت الواضح المعلن. نحن في القاهرة نستقبل القادة والرؤساء والزعماء، الموقف واحد، لا للتهجير، لا للتضامن مع القتلة، نحن نتصدى، نحن نحافظ على الأمن القومي. وعندما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يسمح بمساس الأمن القومي هو حفاظ على مقدرات الدولة المصرية. طيب سيد أيمن، قضية إنشاء أو الرغبة الفرنسية الأمريكية الإسرائيلية لإنشاء تحالف دولي أو توسيع مهمة التحالف الدولي لمواجهة داعش، أيضا شموله بمواجهة حماس، هل من الصحيح أو من الجائز أو من المقبول المقارنة والجمع بين داعش وحماس؟ هل وضعهما في صف واحد ممكن بالمعادلات السياسية العقائدية العسكرية كذلك؟ طبعا حضرتك انت بتتكلم كيف يمكن ان نقارن بين يعني مقاومة تحافظ على تدافع عن ارضها وتدافع عن المصالح الخاصة بالارض بداعش التي تقتل الابرياء ويعني عانينا منذ سنوات، ولولا وقفة الجيش المصري حفاظا على سيناء فأنا أعتقد أن داعش تعامل كجماعة إرهابية وتعامل كجماعة الحقيقة يعني تقتل الأبرياء. ولكن مقاومة حماس، نحن نقول ونعيد مرة أخرى أن حماس جماعة مقاومة تدافع عن الأرض. أنت محتل الأرض بقالك أكثر من نتكلم من 48، تقتل الأبرياء. المشاهد أستاذ بشار التي نراها لأطفالنا وأسرنا وأمهاتنا وأبائنا يندى لها الجبين عندما تتخذ الولايات المتحدة فيتو ضد وقف العدوان. هناك حملة ممنهجة للقضاء ليس فقط على الفلسطينيين، ولكن ده مخطط إسرائيلي أمريكي عدواني على الإنسانية. كيف يمكن مساواة من يقتل أبرياء بمن يدافع عن الأرض؟ هل إذا جاء محتل إلى الدولة المصرية سنتعامل معه برفق؟ من يأتي إلى الدولة المصرية ويريد احتلال شبر واحد سنقوم بقطع القدم والرأس. وبالتالي نحن نحافظ على الأمن القومي. حماس الآن هي تدافع عن الأرض، حماس الآن تدافع كمقاومة، لأن الحقيقة بنتحدث عن آلاف من القتلى في كل في فلسطين، وإسرائيل لا تنظر إلى حقوق الإنسان. ونرى الموقف الأمريكي المعلن إن يعني الحديث دائما عن مزيد من القتل. أين حقوق الإنسان؟ أين مجلس الأمن؟ أين الأمم المتحدة؟ الحقيقة يعني عندما نتحدث مع طلابنا الآن يسألوننا سؤال مهم، لماذا هناك أمم متحدة بعد ما يحدث الآن والتصريح الأمريكي؟ إذا لم توجد إسرائيل لكنا اخترعنا إسرائيل وزرعنا إسرائيل في هذا التوقيت. أين حقوق الإنسان؟ فأنا أعتقد هو هناك غطاء لتقسيم الدول العربية، هناك خطة للتدخل في الشؤون العربية. أنا أعتقد الدولة التي الآن تتصدى لكل هذه المؤامرة هي الدولة المصرية. نحن نحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواقفه الواضحة، ونحن دائما في مصر يعني فخورين برؤسائنا. عندما نتحدث على جمال عبد الناصر منذ أن وقف ضد الأمريكان، وعندما نتحدث عن العظيم أنور السادات، ونتحدث عن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الذي تصدى لهم وبوش الابن وامتنع عن الذهاب للولايات المتحدة، والآن في ظل الدعم الشعبي للرئيس عبد الفتاح السيسي نحن نقف له، نقف بخلفه، نحن نثق في القيادة السياسية التي تحافظ على حقوق فلسطين. وأذكرك أستاذ بشار بالخطبة العظيمة التي ألقاها الراحل محمد أنور السادات في الكنيسة عندما تحدث وقال بالنص: جئت إليكم لكي أعقد سلاما منفردا بين مصر وإسرائيل. لكن هذا السلام سيد أيمن إذا تسمح لي كان سلام سياسي، سلام حكومة مع الكيان الصهيوني، مو سلام شعبي نهائيا. الشعب المصري لم يكن راغب بهذا التطبيع هذا السلام المفترض. حضرتك يعني احنا كمصريين ليس عدونا معروف هو اسرائيل، نقولها في العالم وفي كل مكان. العدو الرئيسي للشعب المصري، القوة الوحيدة التي هزمت اسرائيل هو الجيش المصري. وبالتالي نحن نتحدث على سلام لعودة الحقوق، ولكن لا نطبع ثقافيا. سيادتك تعلم وتتابع وانت اعلامي كبير في العراق وكل العراقيين اشقائنا وحبايبنا، لا يوجد اسرائيلي في اي مكان ولا يتفاعل مع مثقف مصري او سياسي مصري. مصر متخذه موقف مع القضيه الفلسطينيه ومنذ 67 وبعد النكسه وبعد 73 مصر لا تسمح بوجود اي علاقات مع هذا المحتل، هذا الشعب الذي يقتل ويقتل الاطفال ويغتصب الارض. نحن في مصر
لدينا موقف ثابت، ونحن يعني دائما نتحدث عن لابد ان يكون هناك سلام، بس بمشروط بعدم التعاون في اي المجالات، لان واضح سيد ايمن. شكرا لكم زميل كلية الدفاع الوطني سيد ايمن العدلي، كان معنا ضيفا كريما عبر الهاتف من القاهرة، شكرا لك. اعود لك سيد محمد، سيادة اللواء محمد، بالنسبة للتحالف الدولي لمواجهة حماس، تتوقع أن تشارك فيه دول عربية، تشارك بتحالف دولي ضد حماس؟ يعني الحقيقة هناك تناقضات في هذه المسألة، تناقض كيف يمكن لهذا التحالف الدولي قاتل القوى الوطنية الفلسطينية أو أن يقاتل الشعب الفلسطيني بالتساوي الكبير. الدول العربية فعلا أن تنفرد الدفاع بقتال في هذا الشكل، فعلا بكل ألم. يعني هناك طائرات شاركت في قتال الشعب الليبي، وهنالك من مارس عدوانا على الشعب السوري، وهنالك من خرج من بلده، ويعني هنالك أسئلة كثيرة تطرح اليوم على الأنظمة العربية، على الحكومات العربية، وهناك مسائل كثيرة تواجه الإنسان العربي هذا التناقض الذي نعيشه في داخلنا. هل نحن فعلا ننتمي إلى هذه البيئة، إلى هذا الإقليم، إلى هذه الهوية العربية، إلى هذه البيئة الإسلامية؟ هل ننتمي فعلا؟ يعني مسألة الانتماء مسألة يعني ربما تكون لدى البعض وجهة نظر يستطيع أن يغير الانتماء في أي لحظة، وهذا الأمر آسف يكون ربما قائم في تصوري أن أمريكا لن تحظى، في رأيي الشخصي أمريكا لن تحظى بهذا التحالف، ولن تجد دولا عربية تقف إلى جانبها لقتال المقاومة الوطنية الفلسطينية. وربما أقول بشكل دقيق أن موقفا عربيا إلى حد ما تبلور من رفض أو منع تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو إلى السعودية أو إلى أماكن أخرى، لكنه طرح أن يتم تهجيرهم إلى صحراء قطر. أعود لك بسؤال أخير سيد داود، التصريحات أيضا الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس طالب أيضا الكيان الصهيوني أو دولة إسرائيل كما سماها، طالبها بالاعتراف بالمقابل بدولة فلسطين، لكن على أي حدود سيطالبهم؟ أستاذ هذا السؤال عفوا، يعني السيد محمود عباس الرئيس الفلسطيني يعرف قبل غيره أن هذا كلام فارغ وكلام لا يأتي بثمن أو بحجم حقيقي وأعطاء استقرار للفكر العربي بأنه سيتحقق مثل هكذا سؤال. منذ 67 إلى يومنا هذا وقبلها بال48 كنا نطالب بأنه لابد إعطاء أو لابد إخراج الإسرائيليين من فلسطين، بعدين قلنا حل الدولتين، بعدين كنا نطالب السلام مقابل السلام، الآن نطالب التطبيع مقابل السلام، وبعد ذلك لا تطبيع ولا يعطونا السلام. فبالتالي الإسرائيليين تعودوا والغرب تعود بأن تصريحات القادة العرب ليس لها صدى وليس لها أهمية، ولن يحصلوا طالما هناك رجال متمسكين بالسلطة فقط ولا ينظرون إلى تضحيات ومرارة الشعوب العربية أو الإسلامية. فأنا أعتقد هذا التصريح هو إسقاط فرض بالنسبة للرئيس الفلسطيني على أنه يريد حل الدولتين، لكن على أي أرض؟ غزة منفصلة ومدمرة الآن، ورام الله تتك بالصواريخ، والضفة الغربية أيضا، والشعب الفلسطيني أو الشعب الغزاوي مثل ما يسموه بعض الأخوة في تصريحاتهم أنه الآن يذبح أو قابل لأن يخلى تماما إلى أرض مجهولة. فأي رئيس فلسطيني يستطيع أو يأتي بهكذا حديث ويمتلك ذرة من الغيرة والكرامة والرجولة وشعبه يذبح؟ الآن عليك أن توقف الخطر، الآن عليك يا سيادة الرئيس الفلسطيني أن تتحدث بإيجابية وكبرياء أمام هذا العدو، وأن لا ترتجف وأنت تتحدث مثل ما يفعل بعض رؤساء الدول العربية. للأسف الشديد نحن لا نمتلك القوة على الرد، وإنما نمتلك فقط الكلام دون تنفيذ أو دون فعل، وهذا علامة بارزة في القيادات السياسية العربية التي لم ولن تعطى بناء على ما يقولون حقوقهم، سواء اليوم أو بعد غد أو بعد 100 سنة إذا ما استمر الحال على هذا الوصف.
الشكر الجزيل لكم المحلل السياسي السيد داود الحلفي، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم. وكذلك الشكر الجزيل للخبير العسكري اللواء المتقاعد الأستاذ محمد عباس، كان معنا مباشرة عبر سكايب من سوريا. شكرا لكم سيادة اللواء، والشكر الجزيل لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية.